الاقتصاد في دقيقة، أهلا بكم. حققت السلطة المينائية طنجة المتوسط رقم معاملة بلغ 2.03 مليار درهم عندما تم يونيو 2024 بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. مكنت مؤسسة تمويلكم بفضل تدخلاتها الموجهة لفائدة المقاولات والأفراد على السواء من تعبئة تمويلات بقيمة 21 مليار درهم برسم النصف الأول من سنة 2024. ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.9% في عام 2024 بفضل زخم قطاعات التصنيع والسياحة وفقا لما أفاد به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأفاد بنك المغرب بأن الديون المتعطرة ارتفعت بنسبة 4.2% بينما استقر معدلها في جاري القروض البنكية عند 8.7% خلال الفصل الثاني من سنة 2024. إلى اللقاء.